قناتنا صحة وعافية وقلوب بالحب دافية وأمر ضحكته صافية وجمال زي الهلال دمتم بأحسن حال مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في لقاء جديد وجولة جديدة في برنامجنا الباش حكيم برنامجنا الباش حكيم هو برنامج طبي يتناول بعض الموضوعات الطبية المتعلقة بصحة الإنسان والصحة العامة بيكون معنا نجم هذا اللقاء باستمرار هو الدكتور أحمد يحيى استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير دكتور أحمد يحيى عبد الدايم استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير بكلية طب جامعة القاهرة برحب بك يا أستاذنا أهلا يا أستاذ أحمد مشرف اللقاء يا دكتور ربنا يخليك أهلا نستمتع بالحوار مع حضرتك اللي بستمتع ربنا يبارك فيك وفي علمك ويزيدك علم يا دكتور اللي تابعونا الحلقة الماضية كنا بنتكلم أو الدكتور أحمد فرد موضوع كان متعلق بموضوع الفتاق أو الفت الفت السري والفت الإربي وعرفنا الدكتور أحمد على أنواع الفتاء الإربي والسري وعرفنا على تشخيص هذا الفتاء وعرفنا على كل حاجة متعلقة بهذا الأمر طبعا اللي عايز يراجع مثل هذه الحلقات بيدخل على آآ آآ على اليوتيوب قناة الصحة والجمال بيدور على الدكتور أحمد يحيى بيلاقي الحلقات هناك بيتابعها وممكن يعمل لها داونلود بالنسبه له ويسمعها اكثر من مره. هذا جانب، الجانب الاخر هناك رقم بيكون باستمرار على الشاشه اثناء الحلقه خاص بعيادات الدكتور احمد يحيى وفي رقم للواتس للدكتور احمد يحيى نفسه ممكن جدا يرد على بعض الاستفسارات. النهارده بقى عايزين نتناول ونقول للدكتور احمد يحيى المريض اللي هو عنده عمليه فتاء سواء اربي او سري، سواء كانت جراحه تقليديه او جراحه مناظير وهيقوم بعمل عمليه. ايه بقى المطلوب منه ايه اللي بيحصل معاه وهيروح امتى وهيجي امتى ومين الاحسن وايه الافضل والكلام ده كله اتفضل يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هو البدايه طبعا يعني قبل اي حاجه لازم يبقى في تحضير ليها نعم مفيش حد بيخش على العمليه على طول لابد اول واهم خطوه في التحضير ان المريض يجي للكشف لاجراء الفحص الطبي عليه الفحص الطبي ده مهم جدا وخطير جدا لإن بنكتشف منه حاجات في بعض الأحيان مش باينة للمريض، بل أحيانًا يكون مش بيشتكي منها ولا واخد باله منها. بنكتشف في بعض الأحيان حاجات بتمثل للمريض إندهاش في بعض الأحيان، يعني لما أشك في حاجة وأطلب لها تحليل ويطلع يوجهنا في إتجاه تاني خالص ما كناش متوجهين له، وده ممكن إن هو يؤثر على إجراء الجراحة، دي نقطة مهمة. نقطة تانية إن احنا أحيانًا أه بنطلب أه من التاريخ المرضي بتاع المريض بنعرف منه أنه هو عنده بعض الأمراض المزمنة اللي عند كثير مننا ربنا يعافي الجميع زي الضغط زي السكر أه ودي بيبقى لها أه مردود على العملية على التخدير نوع التخدير على الأدوية اللي هو بياخدها هل الأدوية دي بتتعارض معانا ولا ما بتتعارضش ولو أه مش بتتعارض هل هو محتاج يكملها لحد يوم اجراء الجراحه ولا محتاج انه يوقفها قبلها بشويه؟ فدي بتبقى حاجات مهمه جدا لا تتاتى الا لما المريض يشرفنا علشان نجري الفحص وناخد نسمع منه تاريخ مرضي. في بعض الاحيان وكثير من الناس بياخدوا اسبرين سواء الاسبرين ده كان كان علاجي او وقائي علشان مشاكل القلب وخلافه. الاسبرين بالنسبه لنا آه وان كان على لابد ان احنا نوقفه لكن مختلف الوقت اللي احنا نوقفه غالبا بنوقفه قبلها بخمس ايام لاسبوع لكن لو المريض جاي آه وفاكر ان هو او ما قال ليش المعلومه دي او سالته عنها ما جاوبش بوضوح دي هتبقى مشكله بالنسبه له سواء قبل آه سواء اثناء او بعد العمليه مريض السكر او مريض الضغط آه الادويه بتاعته لابد انها تتظبط زي ادويه ادويه الضغط لازم انه ياخدها حتى وهو صايم مع معروف طبعا عند اي حد بيعمل عمليه ان هو بيبقى صايم قبل العمليه بفتره ست ساعات ثمان ساعات الفتره دي بيبقى صايم عن الاكل والشرب ما بيحطش حاجه في بقه الا لو كان دواء من الادويه اللي ما ينفعش تتوقف وادويه الضغط على سبيل المثال من الادويه اللي ما بتتوقفش والا ضغطه برضه هيمثل مشكله له اثناء العمليه فده ضرورة الفحص كده ضرورة الفحص الإكلينيكي بنطلب شوية حاجات تحاليل دم تحاليل الدم دي بتطمننا أن اللي قدامي ده زي ما أنا شايفه كويس وما فيش حاجة تانية تتطلب أي شيء آخر بنطلب منه برضو سونار سونار على البطن بما أن الفتق ده بيبقى في البطن فلابد أن احنا نعمل سونار على البطن والحوض نطمن أن الحمد لله الدنيا جوه كويسة ما فيهاش مشكلة عند سن معين بنطلب رسم قلب ورسم القلب ده حتى لو المريض مش بيشتكي باي حاجه في القلب فدي حاجه وقائيه، حاجه بنحافظ عليه بيها. قبل العمليه لابد زي ما قلت من شويه ان المريض يكون صايم ست 8 ساعات. كاجراء وقائي لزياده التعقيم احنا طبعا اي قبل اي عمليه احنا بنعقم الجزء اللي احنا بنشتغل فيه بنحط ادويه او بنحط سوائل معقمه بحيث ان اي فيروسات او بكتيريا تتلاشى تماما وما بيبقالهاش اثر ما تمثلش خطوره على التهابات الجروح، لكن برضه اللي يقوي الحكايه دي المريض نفسه انه يحافظ على نظافه هذه المنطقه اللي احنا هنشتغل فيها والمحيط لها. واحيانا في بعض الاحيان بنطلب منهم انهم ياخدوا حمام بهذه السوائل المعقمه بعض المرضى ربنا يعافينا برضو مشكله التدخين ودي اللي هي تعارض الطب شكلا وموضوعا ما فيش اي حاجه يعني ايه فيش حاجه ماشيه مع التدخين وتوافق عليه في الطب ابدا ومنها اجراء الجراحه وان هو يخش ويخضع للبنك وان دي واحده من اسباب ان هو اصلا جاله الفتق اللي عنده فلو هو ناوي ان هو مش ناوي ان هو يوقف التدخين على الاقل شويه وان كنا ننصح ان هو يوقفه تماما لكن ان ما كانش ناوي ان هو يوقفه شويه يبقى هو بيعرض نفسه لمشاكل اكبر تمام طيب آه طبعا دي كلها آه آه الدكتور احمد بيفرض معلومات كثيره آه كثيره يعني باعتبار ان احنا بنتكلم النهارده يعني عشان بس المشاهد ينتبه معانا انه آه في مريض هيعمل عمليه فتاة اربي او سري سواء كان هيعمله بجراحه تقليديه او يعمله بجراحه المناظير الدكتور هيقول امتى يقول تقليديه وامتى مناظير لكن احنا بنقول هي المراحل اللي بتتم بالنسبه له قبل العمليه دكتور احمد ذكر بعض النقاط لكن انا من هذه النقاط هبتدي اسال واستفسر آه قال يعني ان في بعض الاشياء بيبقى لازم يعني مهم جدا انها يتم احتياطها على سبيل المثال مثلا قال آه ان هو المريض لازم يصرحني ويقول لي على كل حاجه لو بياخد اسبرين للسيوله ده مهم جدا جدا علشان خاطر بالنسبه للمريض عشان ما يحصلش مثلا نزيف في العمليه مظبوط لكن الدكتور احمد قال لو صرحني هو ممكن المريض ما يصرحوش طيب لو المريض متوقع انه مش هيصرح حضرتك. ليه حضرتك ما في عندك بعض الاسئله وتغلظ السؤال يعني انت تقول لو بتاخد اسبرين قول لي علشان هيحصل لك كذا. انت ايه راي حضرتك في الحكايه دي؟ أكيد إن, الطبيب طبعاً هو زي ما حضرتك. اللي ان الطبيب هو اللي يشفع للاجابه. مش بس كده يا استاذ احمد مش بس كده آه. ده احنا اصبح ان احنا في الاسئله بنسال على حاجات بعينها وامراض بعينها علشان احيانا دي بالنسبه له طبيعيه. تمام ما هو طبيعي ان الواحد يبقى عنده ضغط تمام ما هو طبيعي ان الواحد يكون عمل عمليه لوز وهو صغير تمام ما هو طبيعي ان انا اكون شلت الزايده هو في حد ما شالش الزايده mm. في ناس بالنسبه لهم بتبقى الامر يكاد يكون بهذه البساطه على فكره انا ما شلتش الزايده في ناس ما شالتش الزايده اه طبعا بس هو مع الاسف الشديد بيبقى في حاجات معلومات economics. لا ده من زمان ده انا عملتها وانا صغير دي مش هتفرق معاك في حاجه ممكن يكون عنده زهايمر وينسى اصلا لا يبقى احنا اللي ندور وراه بقى <تصفيق> <ليه> <تصفيق> عشان كده عشان كده بندور وراه وعلشان كده <applause> بنعمل فحوصات <تصف <PDF> <applause> احنا ما بنسيبش الامر كده لا. التاريخ المرضي بيبقى مفصل جدا وبسال على كل حاجه بعينها ومش بس كده لا انا بعمل شويه فحوصات تامني وتامنه تمام <applause> طيب ده كلام كويس يعني اذا لابد طيب هسال برضه سؤال تاني انا هنا بمثل مشاهد لو انت سالت حضرتك مريض و ومجاوبش نتيجه ان هو خد الامر ببساطه او دي شخصيته او ناسي هل ممكن يحدث معاك مشكله اثناء العمليه هذا جانب الجانب الاخر هل تم معاك حاجه قبل كده تمام طيب مساله ان المريض ينسى هو عمل ايه او ينسى مرض عنده غالبا ما بتتمش لو انا سالت عليها بالتحديد مم. الا لو واحد عنده الزهايمر بقى او مم. عنده مشكله اكبر بكتير وده أه. غالبا بيبدو عليه وما باخدش بكلامه الا لو معاه حد يعتمد عليه تمام حد من اهله أه، الزوجه الابن أه، الاخ أه، لكن أه، صعب ان حد ينسى هو عنده ايه لو اتسال عنه بس تمام. احيانا بيبقى واخد الامور ببساطه ما بيقولهاش نعم. لكن بعد ما انا أسأله آه ما يقولش تقلي ده صعب شويه اذا ما هي الحاله التي قمت باجراء جراحه وفوجئت باني مثلا حصل مشكله ما زي نزيف او حاجه نتيجه ان المريض خبع حاجه على حضرتك هل ده حصل معاك مره قبل كده ممكن طبعا اه حصل آه. آه ولكن آه حصل في الطوارئ في م. الحالات الطارئه العاجله آه. اللي هو كده كده لابد ان ده يدخل واحنا عارفين ان هو بس في الحاله دي بنكون عارفين ان هو بياخد اسبرين او عارفين ان هو بياخد ادويه سيوله واضطرارا بندخله في هذه الظروف والا فاحنا مفيش مبرر ابدا ان انا ادخل المريض واعرضه واسبب له مشكله او اعرضه لمشكله ورده الحدوث جدا انه يحصل نزيف او يحصل حتى تجمع دموي بعد العمليه وخلافه دي اكيد هتبقى مشكله فلابد ان انا اسال عنها ويعني وغلف في السؤال زي ما حضرتك بتقول نعم. علشان ما تحصلش مشاكل تمام قلت في كلام سعادتك بانه في بعض الناس بطلب منها رسم قلب عند سن معين اذا ما هو السن الذي تطلب عنده رسم قلب 40 سنه هذه المساله 40 سنه تكمله السؤال هل الموضوع ده متعلق بالشخص العادي ولا بمرضى القلب اللي عامل دعامه او قلب مفتوح او عنده قلب بياخد عليه لا الشخص العادي الطبيعي تماما بيطلب آه. منه رسم قلب وده لا. اجراء احترازي علشان نطمئن ان هو مفيش حاجه هو ما بيشتكيش منها. تمام. يقودنا هذا السؤال الى سؤال لو واحد دلوقتي جاي يعمل فتاء اربي او سري سواء كان مناظير او جراحه وهو عامل او عنده مشاكل في القلب سواء كان عامل دعامه او قلب مفتوح او بياخد علاج. تمام. ما هو الاجراء الاحترازي لهذه المساله؟ ولا هو يتع... يعامل كشخص عادي فيش مشاكل؟ لا اكيد مش هيعامل كشخص عادي وفي نفس الوقت اكيد مش هيعامل بان خلاص ما تعملش عمليه وما تقربش ناحيتي لا, لا. آه يعني مش احنا لكل شيء يعني آه آه نقيض فاحنا بنمسك العصايه من النص زي ما بيقولوا آه انت ممكن حضرتك يبقى لابد ان احنا نجري الجراحه او حتى يفضل ان احنا نجريها لكن بشويه تعليمات بشويه احتياطات الاحتياطات دي لو هو بياخد ادويه هنتعامل مع الادويه دي وفق الحاله بتاعتنا ولابد من عرضه على اخصائي او استشاري في هذا التخصص يعني لو هو عنده مشكله سابقه او حاليه في القلب في بعض المشاكل في القلب خلاص هو خد علاجها والحمد لله دلوقتي بقى كويس وفي امراض لا هو دلوقتي عنده مشكله حاليه في القلب وده لو انا تدخلت او لمسته بالجراحه ده ممكن يعمل له مشاكل في القلب اكتر بكتير تمام. الحاله دي لابد ان بيبقى فيه ميزان واعرف ايه اللي اصلح له هل ينتظر شويه ولا لحد ما حالته تتحسن وبعد كده نجري الجراحه ولا هو دلوقتي لو ما اجراش الجراحه الفتق ده زي ما كنا قلنا في الحلقه اللي فاتت يا استاذ احمد ان في بعض الاحيان بتمثل خطوره على الحياه نعم لو حصل فيها انحشار او حصل فيها اختناق ده ممكن يمثل خطور على الحياه وفي الحاله دي بندخله وربنا المستعان إن ما يحصلش مشاكل طبعا بناخد احتياطاتنا بيبقى معانا الـ الـ بيبقى معانا راي اخصائي او استشاري القلب او البطنه ايا كان هو مستدعي ايه وبنعمل العمليه. لكن لو هو حالته هاديه وحاله القلب بتاعته لا تسمح ان هو ياخد ياخد التخدير ياخد البنك يبقى لا انا مش هعرضه المشكلة احنا هنصبر لحد ما حالته تتحسن وبعدين ان شاء الله يخش العمليات في بعض الامراض الاخرى بيبقى بياخد ادويه زي مرض السكر بياخد سواء انسولين او بياخد ادويه بالفم علشان توطي السكر عنده لكن في الحاله دي احنا بنعمل شويه تعديلات في الادويه بتاعته عشان يدخل العمليه على ان هو ده هيخضع لبنك واثناء البنك اكيد مش هديله رصب بالفم لكن هيبقى محتاج ان انا اديله انسولين بنظبطها احنا مع دكاتره التخدير ولو محتاجين راي استشاري الغدد الصماء اكيد بناخد رايه. تمام. طيب برضو الدكتور اتكلم برضو هنا في معلومه قالها قال ان احيانا بيكون الفتق ده رغم انه حاجه بسيطه لكن بيكون خطر على حياه الانسان لو حصل ما يسمى بالانحشار. وهو قالها الحلقة الماضية بس أنا أوضحها للساده المشاهدين اللي أول مرة بيتابعونا يعني إن إن الفتئ يخرج ويدخل في منطقة ما في الجسم مثلا ثم يقفل على نفسه أو يتقفل عليه. دي طبعا مشكلة ممكن تؤدي أو إلى هو دخل في الكيس بتاع الفتئ نفسه آه. ولما دخل في الكيس المفروض عادة إن هو بيدخل ويخرج نعم لا هو دخل وما خرجش ما خرجش وكل كل وقت بيعدي عليه بيتزنق أكتر لحد ديه. ما يوصل إن آه. الأوعية الدموية نفسها آه. تتزنق وفي نعم. الحالة دي يحصل اختناق تمام وده طبعا خطر على حياه الانسان عشان كده اي انسان لما يشعر باي اعراض زي ما قال الدكتور احمد قبل كده فيما يتعلق بموضوع الالام المتعلقه بالفتاء او بعد ظهور بعض النتوءات في جسم الانسان في المنطقه ما بين السره والعانه مظبوط كده دكتور؟ مظبوط في هذه المنطقه ما بين السره والعانه لو حسيت ان في عندي حاجه بارزه او كده فأنا واحيانا برضه بدون اقطع كلام حضرتك يا استاذ احمد نعم. احيانا بتبقى الفتق في اماكن اخرى زي الفتق الجراحي م. اللي هو كان عمل جراحه في هذه المنطقه قبل كده آه. وحصل مكانها فتق آه. فدي برضو حاجه لابد ان احنا نشير اليها علشان الساده يعني. المشاهدين ياخدوا آه. بالهم اه يعني انا عامل جراحه قبل كده في مكان ما وحسيت ان في بروز في المنطقه دي يبقى ده معناه ان ما كانش تمت الخياطه بشكل جيد من الداخل في الانسجه الداخليه فممكن جدا اروح لجراح والحق الموضوع كل ده مهم جدا طيب ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا البش حكيم البش حكيم بيكون معنا في اللقاء الطيب الدكتور احمد يحيى عبد الدايم استشاري الجراحه العامه وجراحه المناظير بكليه طب الأصل العيني او جامعه القاهره أه بنتكلم او بيكلم الدكتور احمد النهارده عن موضوع متعلق باني شخص رايح يعمل عمليه فتاء اربي او سري سواء جراحه تقليديه او جراحه مناظير ايه اللي بيتم معاه قال الدكتور احمد على بعض الحاجات المتعلقه بالتاريخ المرضي، وانا فاضل معايا بس سؤال واحد في التاريخ المرضي وبعد كده هنروح للفحوصات. التاريخ المرضي قلت ان التدخين موضوع مهم جدا جدا ان هو يبطل التدخين على الاقل بصفه مؤقته مقا... وان كنت تتمنى يبطل التدخين بصفه أكيد. عامه، لكن جالك حاله طارئه مستدعيه دلوقتي جراحه وهو مدخن وبيحشش كمان. <applause> اه مع الاسف الشديد ده <applause> <مواقع تصفيق> وبنشوفه وكثير. اه <applause> مع الأسف الشديد. آه. لكن آه كونه حالة عاجلة أو طارئة آه. تكسر كل الحواجز. نعم. خلاص. ما بتروحش بقى للكتاب الطبي بتتعامل مع الحالة. اللي. لا وده آه. في الكتاب الطبي مم. إن هو يكسر كل الحواجز آه إن احنا قدامنا شيء ربما يتعارض مع التخدير، ربما يتعارض، ربما يسبب له بعض المشاكل الرئوية أو بالنسبة للفتق ورجوعه، لكن عندنا مشكلة أكبر اللي هي الفتق المختنق أو المنحشر اللي ربما يسبب له مشكلة على حياته. على حياته نفسها. فاحنا بنحطه على الميزان الطبي نعم. وبنرجح إن هو يعمل عملية. تمام، طيب هذا فيما يتعلق بالمدخنين، فيما يتعلق اللي هم متعودين يشربوا المياه الكحلية. هل مثلا واحد معتاد بيشرب على طول هو على طول غايب يعني وتعرض لهذه المسألة هل هذه المسألة برضو تفرق معاه في البنج أو في الجراحة ولا ما علاقة تفرق معاه طبعا في التخدير لابد ان يكون دكتور التخدير في هذه الحاله عنده التاريخ بالضبط آه. وعارف بالظبط المريض ده بياخد ايه تمام وبيساله وعاده على كرسي الاعتراف ما حدش بينكر <applause> كله بيقول من اول <تصفيق> الم بالظبط تضرب انا من, من قبل الالم انا اقول كل حاجه طيب دلوقتي يعني ننتقل بقى الى نقطه ثانيه وهي ايه هي الفحوصات اللي بتتم لمريض هيعمل فداء النهارده او ايه هي الاجراءات الطبيه اللي بتتم سواء فحوصات او تحاليل اتفضل يا دكتور. حضرتك ما بتبقاش تحاليل كتير للحاله آه. العاديه المباشره هي تحاليل للدم وسونار على البطن والحوض. احيانا بنطلب كمان اشعه عاديه على الصدر علشان نطمئن ان صدره يصلح ان هو مثلا ياخد بنج كلي لو كانت الحاله هتستدعي بنج كلي نعم وده اللي يخليني اتطرق لنقطه ثانيه استاذ احمد ان البنج الكلي ولا البنج النصفي وهو ولا بنج موضعي وليه يعمل ده ولا ده ولا ده الحقيقه ده دي نقطة مهمة جدا وكتير من الناس بيسألوا عنها طب أنا عايز آخد بنج كلي أنا مش عايز أبقى دريان بأي حاجة في العملية يا دكتور إيه. واحد تاني يقول لا أنا مش عايز أغيب عن الوعي أنا بخاف من البنج الكلي إمتى نعمل ده وإمتى نعمل ده الحقيقة البنج النصفي في أغلب الأحوال بيبقى كافي في البنج في حالات الفتق الإربي أو بعض السري لو احنا بنعملها جراحيا مش بالمنظار اما لو الحالة ان احنا هنشتغل بالمنظار وده زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت واسهبنا فيها ان ده افضل وبرضه هنوصل النهاردة ان شاء الله لنفس النقطة بعد ما بإذن الله يعني نتكلم عنها آه ان ده افضل وفي الحاله دي لابد انه ياخد بنج كلي مم. يعني يعني ال ال الاصلح من الناحيه الطبيه لعمليه الفتاء إنه يكون بنج كلي ده الاصلح, الأصلح او الغالب الاعم لا هو على حسب نوع الاصلاح هل احنا نشتغل بالمنظار ولا جراحه آه. فتح يعني آه. ولو كان منظار لا احنا ما عندناش تقريبا خيارات هي انه ياخد بنج كلي كلي بالظبط اه يعني في الم... في العملية في العملية آه. لو كانت الفتح آه هيتصلح بالفتح الجراحي م. احنا في بعض الأحيان مخيرين ما بين الاثنين. الكلي أو الجزئي بالظبط لكن لو احنا بالمنظار لا م. احنا هناخد بنج كلي من البداية تمام تمام يعني ده الأفضل طيب آه إذا موضوع البنج يخضع لنوع العملية أو لنوع الحالة اه طيب برضو بقى احنا خلينا في نقطة نقطة جوه البنج احنا ما زلنا جوه البنج والتخدير لانه طبعا التخدير بيهم الناس كتير جدا اللي بتروح تعمل عمليات بيخافوا اكتر مش من الجراح بيخافوا اكتر من التخدير ولذلك انا بقول من اهم الشخصيات داخل غرفه العمليات اثناء الجراحه او كل جراحه دكتور التخدير هذا الجندي المجهول اه ده الجندي المجهول اللي احنا بنطلع بنقول شكرا لدكتور الجراحه ولكن بننسى ان احنا نقول شكرا لدكتور التخدير دكتور التخدير ده هو اللي بيتابع الحاله الصحيه للمريض اثناء سير العمليه طيب آآ آآ كنت أنا السؤال بيقول بقى ال أنت قلت إن البنج الكلي أو جزئي يخضع لنوع العملية نوع الإجراء التقنية أيوة مناظير أو كده أو يتم الاختيار بناء على البيشنت أو الحالة نفسها طيب بالنسبة لمريض القلب بالنسبة لمريض السكر بالنسبة لمريض الضغط هل دي حالات معينة تستوجب شيء معين من البنج ولا برضو تتبع الحالة اللي قدام حضرتك وقرارك خليني اجاوب على نقطتين فضل. اولا هو الفتق ده ينفع يتصلح بالمنظار ولا آه جراحيا مم. دي اول سؤال ثانيا المريض ده ينفع ان هو ياخد بنج كلي ويتعرض لـ لـ لاجراء الجراحه بالمنظار ولا ما يصلحش تمام يعني اتكلم على الحاله العامه مم. والحاله الخاصه تمام. الحاله الخاصه بتاعه الفتق ده نفسه مم. والحاله العامه بتاعه المريض ككل تمام المريض ككل بيبقى فريق طبي من تخصصات متعدده هو اللي بيجاوب على هذا السؤال هل ده يصلح ان هو يخضع لهذه لهذا النوع من الجراحات ولا لا؟ نعم هل يخضع لهذا النوع من التخدير ولا لا؟ تمام فدي فريق وانا لا استاثر بالراي او بالقرار فيها تمام لابد يكون معايا استشاري التخصص اللي هو خاضع ليه سواء كان غدد صماء او كان هو من او قلب او بطنه او حاجات اخرى لان في حاجات في امراض اخرى برضو بتستدعي تخصصات اخرى وفي نفس الوقت هو الحاله الخاصه بتاعته هو كفتق الفتق ده يصلح للاصلاح الجراحي بالمنظار ولا الاجراء الاصلاح الجراحي بالفتح ومين الأحسن وهل كل الناس الأحسن لها حاجة واحدة ولا في بعض الناس بيبقى أحسن لها كده وفي بعض الناس أحسن لها كده وفي بعض الناس بيبقى ينفع وهو وله هو الاختيار إنه يعملها كده أو كده فهو ده اللي يفتح علينا المجال في نقطة تانية إن في ناس أيوة يمثل عليهم التخدير الكلي بعض المشاكل وبالتالي مش من الحكمة أبدا إن أنا أعرضه المشكلة عشان أصلح له الفتح ولكن أنا هصلحه له وهنعمل وهن ما ينبغي أن يتم لكن بأقل ما يمكن مساسا بصحته فدول بعض الناس ومش كل مرضى القلب ما ينفعش ياخد بنج كلي في أم في كثير من 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 مرضى القلب بندخلهم وبنعمل لهم جراحات بالمنظار بالمناظير والحمد لله الدنيا بتمشي كويس وبدون ادنى مشكله على المريض أه لكن لابد من تعديلات في بعض الادويه يرجع للدكتور القلب اللي متابع معاه أه ده على سبيل المثال كمريض القلب لان هو حاجه المنتشره <applause> مع الاسف طيب أه بالنسبه للحاله الخاصه للفتق ده هل ده يتم التعامل معاه بالمنظار ولا فتح غالبا أه ما فيش حاجه تمنع ان شاء الله أنه هو يخش بالمنظار لكن في بعض الـ 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 الاستثناءات الجراحة بتكون أفضل له. ودي برضو بعض الأمور فيها مش متفق عليها ولكن ترجع لتفضيل الجراح والمريض بعض الفتق بعض أنواع الفتق بتبقى حضرتك فتق اسمه الفتق الجراحي الفتق الجراحي ده بيبقى عمل جراحة من نوع ما في بطنه أو في الحوض قبل كده ومطرح هذا الجرح كانت الدنيا ضعيفة او حصل التهابات حصل صديد وقت العمليه اللي فاتت اللي كانت معاه أه سواء ان هو مثلا عمل استئصال المراره جراحيا أه عمل استكشاف عمل ايا كان الجراحه اللي عملها في البطن أه سابقه او عمل استئصال بعض أه الناس بتستدعي الامر فيهم في اللي عندهم حصوات في الكلى يعملوا أه استئصال حصوه الكلى جراحيا في هذه الأحيان ممكن الجرح يبقى ضعيف ممكن المريض تبقى مناعته ضعيفة ممكن يبقى تعرض لميكروب معين بالضبط في النهاية أن حصل فتق جراحي فت مطرح الجرح ده هل الصح أن احنا نتعامل معاه كده ولا كده على حسب حالة المريض وحالة الجرح وحالة الفت بناخد القرار لكن في كتير من الأحيان بقول للمريض أنت الأحسن لك أن أنت تعملها بالفتح مش بالمنظار ولان هو عنده جرح وعنده جلد عليها بيكون مترهل محتاج انه يتشد فبنعمل مع العمليه اللي هي بنشد بيه بنحط بيها الشبكه طبعا وبنلم العضلات لابد ان العضلات يعاد رتقها في بعض ونشيل الانسجه الزائده اللي هو زي الجلد والترهلات اللي تحت الجلد. ده كده بقت جراحه تجميل مع ال بالظبط طب ما كويس ما كده سيادتك كل الناس اللي عايزه تعمل فتاة هتقول لك بدل ما اروح اعمل جراحه تجميل بفلوس قد كده اروح اعمل فتاة بالظبط و... والدكتور يعمل لي تجميل ونخلص <applause> اتنين في واحد <applause> ايه راي سعادتك؟ بالظبط والله اتنين. فكره حلوه يعني ده لها كثير من الاحيان في كثير والله. من الاحيان آه. آه كثير من السيدات بيبقى عندهم فتق سري او حتى فتق مكان عمليه القيصريه تمام ودي كثير من السيدات بتعملها تمام اه لو حصل فتق هنا او هنا بنحتاج ان احنا نعمل شد بطن معاه. تمام. وشد البطن هنا ما بيبقاش هدفه تجميلي بالنسبه لنا كجراحين. نعم. لكن بيكون هدفه بالنسبه لنا وظيفي مم. ان احنا العضلات علشان نصلحها كويس علشان نشيل الترهلات اللي بتشد على العضلات فتضعفها اكثر نعم. احنا محتاجين ان احنا نعمل هذا النوع من الجراحه وان كان في النهايه الشكل بيكون جميل. تمام. الحديث موصول مشاهدينا الكرام في برنامجنا الباش حكيم. مع الدكتور احمد يحيى عبد الدايم استشاري الجراحه العامه واستشاري جراحه المناظير بكليه طب القصر العيني او جامعه القاهره والموضوع يدور حول الموضوع او الحلقه النهارده بتتكلم عن ان في شخص رايح يعمل عمليه فتاء اربي او سري والطبيب المعالج بيقول هي جراحه تقليديه ولا جراحه مناظير وفي نفس الوقت كمان بيقول ايه اللي بيتم اثناء هذه العمليه. طيب دكتور إذا كده خلينا بقى ندخل ولا أنا طبعا الحديث مع سعادتك ندخل بقى كده على المناظير ونتكلم جواها على المناظير الجراحية ولا هناك بعض لسه الاحتياطات والفحوصات والمحاذير قبل الدخول في العملية المحاذير لو بداناها مش هنخلصها مش هنخلصها موضوع <applause> كبير انا حاسس ان احنا ممكن آه. نقعد سنه نتكلم على بالظبط اه بشكل ابلايد او عملي احنا فاحنا يعني. يعني رؤوس اقلام فيها اتفضل وفي الفحوصات اتكلمنا عنها م. آه ايه لي ان احنا لو دخلنا في العمليه وفي المفهوم بتاعها لان بعض الناس بيحبوا انهم يفهموا بالضبط احنا فين ورايحين فين نعم. وايه اللي هيحصل وانت داخل تعمل ايه مم. انت هتلعب فيا ولا هت... يعني نعم. وهروح امتى وهقعد هنا قد ايه بالظبط يا دكتور العمليه سهله ولا مش سهله و... وانا هقوم بالسلامه ان شاء الله ولا <applause> طبعا بالزبط. اي مريض ما لازم يبقى ده اللي بيدور جواه طبعا بالظبط نعم فيعني قبل ما نتكلم عن ال... 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 العمليه بالنسبه للمريض خلينا نتكلم العمليه احنا داخلين نعمل ايه او نعم. ايه الاجراء اللي احنا بنجريه آه المفهوم العام بتاع العمليه نعم. انا داخل علشان انا عندي ثقب حصل في جدار البطن الجدار ده اللي هو المفروض ان هو جدار قوي وما يحصلش منه مشاكل حصلت منه مع الاسف هذا الثقب اللي سمح لجزء من المحتويات بتاعه البطن انها تدخل فيه نعم. وكونت ما يسمى بالفتق انا دلوقتي داخل اعمل ايه انا داخل اعمل العكس ان انا المحتويات دي اطمن انها كويسه وما فيهاش مشاكل ارجعها للبطن سالمه ان شاء الله والكيس ده اتخلص منه بعد ما حصل تكيس وده الفتق وارجعه او اشيله طبعا بشيله والمكان الثقب ده بيتم التعامل معاه اما بتضييقه او غلقه لو هو مكان غير طبيعي زي في الفتق الجراحي او اني بضيقه أو, او ان انا بعمل الحاجه الاساسيه دلوقتي في عمليات اصلاح الفتح اللي هي ما يسمى بتركيب الشبكه. تركيب الشبكه يمكن زي ما قلنا كده ببساطه قبل كده ان هو لا يعتمد على الشبكه كشبكه ولكن يعتمد على تفاعل الجسم معاها. يعني حتى احنا في دي إحنا بنعتمد على الحاجة اللي ربنا خلقها في جسمنا اللي هي التفاعل مع الجسم الغريب اللي هو المفروض إنه نقي والمفروض إن هو ما فيهوش شوائب أو ما فيهوش أي حاجة تضر المريض أو الجسم. متعقم بشكل قوي يعني. بالظبط هو متعقم من بشكل قوي ومعمول من أنسجة ما تضرش الجسم. تمام. لكنها عندها القدرة على إحداث اثاره لهذه المنطقه فيحصل تفاعل من الجسم فالجسم يبدا يعمل نسيج ليفي م. اهو بقى حضرتك النسيج الليفي ده هو اللي احنا بنعتمد عليه عشان يصلح الفتق تمام يعني مش احنا مش اللي احنا بنعمله كمان ده اللي هو بيعمله الجسم الخاصيه اللي ربنا حاططها في الجسم تفاعل يحصل تليف التليف ده هو اللي يخلي في درع واقي ان يحصل فتق في هذه المنطقه في المستقبل ويبقى تصلح ان شاء الله ان شاء الله بصفه مستمره بس السؤال احنا عندنا طبقات كتير في البطن فين بنحطها هل بنحطها من فوق خالص ولا بنحطها من تحت خالص هو ده السؤال احنا دلوقتي عندنا العمليه التقليديه لو واحد داخل يعمل اصلاح للفتق مع تركيب شبكه عاديه جدا من الخارج انا مثلا على سبيل المثال في الفتق الاربي بنفتح فتحه حوالي 7 ل 10 سم على حسب الحاله وعلى حسب حجم الفتق في منطقه العانه وبيتم قطع الجلد والانسجه اللي تحت الجلد حتى اصل للفتق نفسه كيس الفتق وعنق الفتق وابدا ان انا اصلحه وارجع المحتويات اشيل الكيس واحط الشبكه بتاعتي وبعديها يبقى الطبقات اللي فتحتها اللي هي الجلد وما تحته لحد الفتق تمام في الحالة دي العضلات بتكون تحتي مش فوقي. يعني الشبكة بتبقى فوق طبقة العضلات. ويا لو نقدر نسهل على السادة المشاهدين بالصورة رقم أربعة هتوضح الكلام ده بشكل أبسط لحد ما تبقى تبقى واضحة بالظبط كده. إن دي في في جلد وفي عضلات، إحنا بنحط الشبكة فوق العضلات ولا تحت العضلات؟ هو ده الفرق. إحنا في الـ في الـ في الإصلاح التقليدي إحنا بنحط الشبكة فوق العضلات. طيب و... يعني أنت برضو ممكن تشرح على الصورة مثلاً أنت عندنا لون أخضر هي دي الشبكة مثلاً ولا الشبكة فين بالظبط؟ الشبكة اللي فوق العضلات باللون الأخضر اللون الأخضر, الأخضر ده هو الشبكة أه, آه واللي تحت العضلات وهي دي اللي بنلجأ لها آه مع الإصلاح بالمنظار بتكون تحت العضلات تحت العضلات تكون قبل تمام؟ آه. ده المفهوم العام يعني آه. ده الصوره دي ما تنطبقش على كل الـ 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 المناطق آه. اللي موجوده في الجسم آه ما يعني دي تنطبق على الفتق السري وبعض الجراحي لكن مش في الفتق الاربي مثلا لكن كمفهوم عام طب خلينا اقولها بالبلدي عشان تصل للمشاهد، احنا دلوقتي بنقول مثلا انه اللي إيه ان حضرتك سمعت من كلامك انك انت بتعدي بتعدي لغايه ما توصل المنطقة اللي هي الثقب اللي طلع منه الفتق بالظبط تحط الشبكه بالظبط ده بيكون بقى تحت العضلات يعني العضلات هي اللي فوقه ولا العضلات تحت. تحته؟ تحته تحته مش المفترض ان انا وصلت للثقب بتاع الفت... يعني لو وصلت للثقب اللي هو مباشر مع منطقه الخروج ايوه بالظبط دي بتبقى منطقه العضلات؟ بالظبط هي دي بص هو لو علشان للتبسيط أوه. لو احنا قلنا ان في عضلات كتير وبتلتقي في, في النص نعم. فحصل بدل ما هي بتلتقي في النص بنسيج آه. نسيج قوي آه. وضم لها كان ضعيف لا هو كان ضعيف وحصل في النص ثقب بسيط اه اهو الثقب ده انا دلوقتي من فوق انا بشيل الجلد وبعدين لحد ما اوصل لهذا الثقب ارجعه واحط الشبكة من فوق ايوه تمام اوصل للسورس يعني بالظبط عشان آه. لكن انا لو انا شغال بالمنظار آه. وفي بعض الجراحه في بعض انواع الاصلاح الجراحي بالفتح انا بشيل العضلات وبصلح الثقب ده من جوه واحط الشبكه وبعدين احط العضلات وبعدين احط اقفل ده لو انا شغال جراحيا بالفتح آه. اما بالمنظار انا مش محتاج ان انا اشيل العضلات انا من جوه داخل لها وبحط شبكه او بعمل الاصلاح بتاعي كله من الداخل باقل خطوات ممكنه وهو ده الـ 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 الكلمه المفتاحيه في المساله دي بأقل خطوات ممكنه، لأن أقل خطوات ممكنه دي مش مسألة إنها بتسهل عليا، لأ دي بتسهل على المريض. أنا دلوقتي زي ما بعمل فتح خارجي وجرح، الجرح ده بيكون بيكون أثره باين من بره، أنا ممكن أعمل جروح تانيه داخليه ما بتبانش للمريض وبتمثل لي أنا مشكله وأهميه أكتر من اللي من بره. في حالة المنظار احنا بنحاول يكون زي ما الجرح الخارجي ده جرح صغير الجروح الداخلية برضه تكون صغيرة ولو كانت كبيرة بتكون في اغشية نوعا ما مأمونة عن الخارجية غير متصلة بالعالم الخارجي غير متصلة بالجو وما فيه من ميكروبات يعني أأمن يعني التعامل معاها مش بس بيكون في كثير من الأحيان مش دايما أسهل لكن ربما كمان يكون أأمن للمريض في المستقبل تمام طيب يا آه يضبط لذهني الآن سؤال وأعتقد اللي بعض الناس من المشاهدين فهم يعني إيه جراحة منظار أو جراحة منزير دي عبارة عن آآ آآ بيحصل ثقب صغير جدا في حدود سنتي آه. ويخش منه كده آلة الصورة رقم ستة توضحها الصورة رقم 6 لو سمحت يا أستاذ عزت بيخش الآلة منه والمفروض أنه بيتم عملية المنظار وكده أو عملية الجراحة بالمنظار بالضبط. الصورة معانا على الهواء دكتور اهي طيب اشرح لنا وانا ارجع للسؤال بتاعي آه الحقيقة كنت حابب قبل ما اقولها آه ان احنا نشوف الصورة رقم خمسة يعني دي وضحت لنا يعني ايه منظار او تلخيص المنظار تلخيص الجراحة الصورة اللي قبلها بالظبط طيب الصورة رقم خمسة استاذ عزة بالظبط هو هو نفس المكان اللي هيتم بالتعامل معاه ونفس المرض اللي هو فتق بيه في هذه الحاله نعم. ده الاصلاح التقليدي بالجراحه الجراحه بالفتح الجراحي اللي هو الشكل اللي في النص بالفتح الجراحي اه الشكل اللي في النص ده الشكل الجراحي شكلي انا بعد ما بخش على الـ على الفيلد او المجال بتاعي نعم. اللي على اليمين خالص ده شكل الجرح من الخارج تمام انا بوصل للانسجه وبيتم التعامل مع الفتق وارجاع المحتويات وازاله الكيس والثقب لو بنضيقه او لو في منطقه اخرى بنصلحه تماما وبعدين يتم وضع الشبكه من الخارج وبعدين كده نرجع تاني نقفل هذه الانسجه حتى نصل الى الجلد كما هو موضح الصوره اللي بعدها اللي هي طيب رقم طيب معلش دكتور قبل ما نروح الصوره بعدها يا استاذ مصطفى لحظه خلينا في الصوره دي برضو عشان بس اوضح حاجه للساده المشاهدين هو كده بس انا عايز اقول للساده المشاهدين ان الصوره اللي في النص الجزء اللي في النص ده هو ده عمليه الجراحه اللي هي التقليديه اللي تمت فتح البطن. الصوره اللي على اليمين دي اللي هي في شرط كده وماشيه ده الجرح بعد ما اتقفل. ده الغرز. اه ده الغرز بس احنا ايه؟ اه طيب عشان بقى انا اربع دقائق استاذ عزت بيقول لي الصوره اللي بعدها يا استاذ عزت يا استاذ مصطفى اتفضل يا دكتور ده الفتح بالمنظار نعم ده الجراحة باستخدام المنظار وبتكون فتحة على قد هذه الآلة الصغيرة يعني التي لا تتجاوز عقلة الصباع تمام ونخش من جوه ونعمل فتحة جرح صغير من جوه والجرح ده بيتم وضع في إصلاح الفتح إرجاع المحتويات ووضع الشبكة وكل شيء وغالباً الدنيا بتمشي بدون الحاجة إلى ما يسمى بالدرنقة اللي هي بتبقى لو في سوائل بتتجمع مطرح الجرح بتبقى نعم. بتنصرف عن من خلالها مم. واللي بتبقى ممكن تقعد 24 ساعه اكتر او اقل على حسب حاله المريض سمان. ده في حاله المنظار غالبا ما بنلجأ لهاش بنسبه في 95% مش بنلجأ لها نعم. اما في حاله الـ الـ الجراحه التقليديه الجراحه التقليديه مش لازم ولكن في كثير من الاحيان برضو بنحتاجها نعم. ممكن ممكن نحتاجها وممكن لا نعم. وان كان المنظار عدم الحاجه للدرنقه بيكون اكثر يعني انا ما بحتاجهاش غالبا تمام نادرا ما نلاقي طيب انا عشان بس فاضل الوقت يعني حوالي دقيقتين في الحلقه هسال سؤال مهم جدا وبعديها وانا بختم اقول على بعض اسئله كتيره تقال يجاب عليها في الحلقه القادمه اذا كان اذا حين ربنا دلوقتي احنا عارفين ان الشبكه دي شيء مستعرض المفروض بيتحط على منطقه اللي هي منطقه الفت بحيث ان هو يعمل انسجه وتليف ده بيتم في الجراحه التقليديه عادي عامله كده زي الاسترابه الجراحه تمام. في المنظار بقى اللي بتخش دي ازاي يدخل الجزء المستعرض ويتم فرده ده سؤال رائع يا استاذ الله يبارك ان احنا علشان ندخلها من هذا اللي يسمى في عرفنا البورت او المدخل اللي احنا بندخل بيه الالات بتاعنا بيتم طي الشبكه بحيث انها تبقى عاملة زي رفع القلم الرصاص حاجة ملفوفة كده بالظبط زي ما امسك نص جنيه أو جنيه وألفه كده الورق كده. ده بتاع زمان آه. بالظبط أنا قديم شوية مش دلوقتي جنيه الورق ده <applause> بالظبط ف... بيتم ما يسمى ببرمها آه. يعني نخليها قد القلم الرصاص نعم وندخلها وطبعا بيتم الحقها باله من الالات بتاعتنا وندخلها آه. لحد ما نوصل للفيلد بتاعنا نفردها جوه زي ما احنا عايزين بالفيد. ويتم تثبيتها ما شاء الله. ويتم غلق الانسجه فوقها علشان ما تعملش تليفات مع اي حاجه في البطن جميل يعني بيتم فعلا انها توصل هناك آه وتفردوها انت كنت معانا في العمليه ولا <applause> لا ده يعني تصور طب هل مره بعتوا حاجه زي كده وما اتفردتش معاكم مثلا؟ لا لا صعب اصل هي هي مش مش من انسجه بتلزق في بعض اه, آه زي ما حضرتك تجيب الورقه دي عفوا وت آه. وتلفها ممكن كمان ترجع تاني تفتحها صحيح. هو ببساطه شديده يعني نعم. هي نعم. الطب ما هو إيه الا حياة طب وبيت... طبعا في الجراحه التقليديه بيتم تثبيتها من ال... يعني من, من اه وبرضه في الجراحه بيتم بيتم تثبيتها وبالعكس ده بيبقى طرق التثبيت بتكون اكتر تمام طيب هو تقريبا وقتنا انتهى لكن طبعا هناك كلام كثير حول موضوع الجراحه بالمناظير استفسارات كثيره جدا بالنسبه للغاز اللي بيكون داخل منطقه او تجويف البطن نوعه ايه الغاز ده هل ممكن جميع الحالات او حتى الحالات المرضيه المزمنه الضغط السكر القلب ممكن جدا يتم معاهم هذا الكلام ولا ما يتمش؟ كمان ايه هي عدد الفتحات اللي بيتم من خلالها عمليه المنظار اللي بتبقى في منطقه البطن وفين بالظبط؟ والكثير من والمعلومات الجميله من خلال دكتورنا ان شاء الله نجيب عليها في الحلقه القادمه ان احيانا ربنا باذن الله تعالى وهناك الكثير حول المناظير الجراحيه المتعلقه بالفتاء او اذا كان هناك موضوع جديد هندخل فيه ان شاء الله. ان شاء الله. في نهاية اللقاء أشكر باسمكم الدكتور أحمد يحيى عبد الدايم استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير بكل الطب جامعة القاهرة بالأسر العيني شكرا لك يا دكتور أحمد شكرا يا أستاذ أحمد شرفت بحضرتك ربنا يجعله في ميزانك يا رب يجعله في ميزاننا إن شاء الله بإذن الله تعالى آه وبشكر مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وأسرة العمل آه في الإعداد نورهان محمد في التصوير الحسيني الصوت علي حسين مساعد الإخراج أحمد عزت وإخراج محمد عزة هم مش إخوات ده أسماء مشاهدينا دمتم بأحسن حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته